السلام عليكم. دونك الطبيب العقيد عمر بن عبد السلام، مدير فرعي للاسعافات الطبيه بالمديريه العامه للحمايه المدنيه. دونك جينا اليوم في هذا اليوم 16 اكتوبر اللي هو اليوم العالمي بور سكي اون ابل يعني ريستارت هيرت كومون روديماري ان كور يعني سويت ا اون ديتريس فيتال. دونك ولا يوم هذا 16 اكتوبر ولا يوم يحتفلوا به في العالم. كومون فير يعني اون ريانيماسيون كارديو بولمونير، كيفاش الناس تتعلم الاسعافات الاوليه لكي نسعف يعني الضحايا التي تكون يعني تقوم لها يعني تصرى لها يعني نوبه قلبيه. اي دونك نو حنا كمدير عام للحمايه المدنيه سي اسوسي لهذا النهار هاد لا جورني بور يعني فير لا بروموسيون دو لا فورماسيون اون سكوريزم، يعني كيفاش يعني نقدموا التكوين هذا للجمهور في مجال اسعافات الاوليه، نوتامون كومون يعني فير ابروندر فير ان ماساج كاردياك اون فونتيلاسيون ارتيفيسيال. وهذا مع الحمايه المدنيه باش يكون في علمكم، هي عندها برنامج. هذا البرنامج عنده من مده 2010 وين انطلقنا بهذا التكوين، سمينا هذا البرنامج مسعف لكل عائله. الى يومنا هذا كونا ما يقارب 190 ألف مسعف على التراب الوطني. 190 ألف انسان جاوا يعني المراكز الحمايه المدنيه في الولايات وفي السكنات وتعلموا هذا لي جيست دو بروميير سكور. il faut savoir بلي عندنا بروميير نيفو هذايا تاع الاسعافات الاوليه، بروميير نيفو هذا فيه حوالي 35 ساعه تاع التكوين، يدوم حوالي 21 يوم لمده ساعتين في كل نهار. هاد الساعتين يقدر يكونوا الصباح يقدر يكونوا العشيه، سي سولون يعني لا بوبولاسيون اللي يعني حبينا نكونوها. كون سي دي جون كي ترافاي يعني ناس مشغولين في النهار ندير لهم تكوين ابري 16 كيكون يعني دي بيرسون بلوس ديسبونيبل ولا نقدروا ندير تكوين في الصبيحه يعني هذا يعني فيما يخص المستوى الاول. المستوى الاول سي دي جيست معروفين كومون يعني يمد الانسان لالرت كيفاش يالي ارتي لي سكور فوالا كومون فير ان ديجاجمون دورجونس نخرجوا انسان من حاله خطر، كيفاش نديروا له ماساج كاردياك لا فونتيلاسيون ارتيفيسيال، كيفاش الاختناق لي زاسفيكسي كيما فوالا كيماش ثاني في فاس ان برولي انسان يعني لضحيه حروق اكزاكتومون، كيفاش ثاني بارابور ان مالاز اون بيرسون تكون برا طاحت عندها يعني اون كريز اون فادير سا اون كريز ولا حاله ان مالاز كومون فير فاس. هذا سي لو بروميي نيفو. وكاين بارمي هاد لي 190000 ابوبري عندنا اون كريي ان دوزيام نيفو اللي راهو في وي نعملوا به سكون ابل لو نيفو اس في بي سكوريست فولونتير دو بروكسيميتي او مسعف متطوع يعني بالجواري، وهذا حبيناهم يكون عندهم مستوى يعني نيفو 2 وين دخلوا فيها الماتيريال، كيفاش نستعملوا يعني لي برونكار، كيفاش نستعملوا لي زاتيل، كيفاش يعني نخدموا ببعض الالات، بعض الالات تاع الحمايه المدنيه كوم لي برونكار لي زاتيل لي كولي سيرفيكو لو ديفيبريلاتور. هذا اللي راكم تشوفوه اليوم محطوط هنا ويتعلموا فيه لي ستوديون. لو ديفيبريلاتور اللي امبورطون لو ديفيبريلاتور دركا دون الموند انتيي كاين لي ديفيبريلاتور هذوما في ليو بوبليك في كل المناطق يعني العموميه مثل المطارات لي سونتر كوميرسيو ولا لي غار. وهاد لي ديفيبريلاتور يعني سي تري فاسيل ا يوتيليزي سي ديستيني او لارج بوبليك وين سي فاسيل سي انستالي دو باتش سور لا بواترين دو لا فيكتيم اي دو ليسي فير هو يديتيكتي الا عنده انا يعني ان بروبليم كاردياك هو يفا ديليفري لو شوك اي اون بو سوفي دي في. والوقت سي امبورطون في هذا الدومين، يفو سافوار كو شاك مينوت ان اري كاردياك نوضرو 10% من حظوظ يعني باش نسلكوا هذه الضحيه. اي الجيري في الجزائر يعني عندنا كثير من هذه لي زاري كاردياك، يعني حسب معلومات اللي تلقيناها من الصحه العموميه عندنا بين 50 الى 70 ألف كل سنه
من هاد لي زاري كاردياك النوبات القلبيه اللي يقدروا يؤديوا الى يعني حاله وفاه تاع الضحيه. ولهذا على هاد فور سيت ريزون لازم نطوروا هاد لي لا فورماسيون برومي سكور اي نوتامون كومون فير يعني ان ماساج كاردياك اي اون فنتيلاسيون ارتيفيسيال.